نشاط الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. في البداية أبرز العناوين: وزير العدل يكشف عن إطلاق نظام النيابة الإلكترونية قريبا، ويؤكد إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع شؤون التسيير لدى إشرافي على تنصيب كمال برنو على رأس المديرية العامة لعصرنة العدالة. استراتيجية جديدة في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية مرتكزها التكوين والعصرنة. ووزير القطاع سيد أحمد فروخي ضيف النشرة الرئيسة. نقل أولى الحالات الاستعجالية من إيناميناس بأقصى الجنوب الشرقي إلى مستشفى وهران عبر التوصيل للطيران. مئة وستة عشرة حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 107 للشفاء، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة. وزير الموارد المائية يؤكد بعث أشغال تهيئة واد الحراش. وفلاحو عين زكار بورقلا يطالبون بشق المسالك وتهيئة الطرقات. وتتابعون أيضا: الملكة الأمازيغية تين هينان تروي أمجاد وأصالة الرجل الأزرق وعمق تاريخ منطقة لاهجار.